لا مو كبار هذول، زي كيف اكبر وسط اصغر؟ ما فهمت كيف. شوفوا كيف هلا عندي انا هون، وينهم هدول؟ عندي هدول لقدام بقياس هاي تقريبا، يلي هن مو كثير بس هدول اصغر اكياس. اوكي هذا الطقم حخليه هلا، وبدي اشيل، استني بدي اخليهم سته كمان. معقول مكسورين الاثنين؟ بجوز ايه لا مكسورين، مشان هيك انا قررت اجيب طقم جديد لانه بعرف الاثنين مكسورين. بس شو بدي اعمل؟ شوفوا شو بدي اعمل. شايفين هذا المقاس؟ هذا المقاس اللي بيجي اللي نحن بنتغدى فيه لما بدنا نسكب الصحون، بيجي وسط وغميق شوي. بدي ارجع اجيب هيك شيء يشبه بس يكون ستة، لانه انا ضايل عندي اربعة، اثنين ما بعرف امتى انكسروا، او واحد انا كسرته وواحد سيدي كسره. انا هيك بتذكر، والله انا ما بعرف، بس انا بتذكر اني انا كسره واحد، ثاني مين كسره انا ما بعرف. انا ما كسرت، انا ما كسرت الا كاسه ازاز. انا هدول اللي حشيلهم اوف، بس انه خلص ما بدي اهدى زبون. ما كثير هدول يعني شيلهم ضدهم انه خلص ما بقى استخدمهم. بس وين الزبادي؟ الزبادي كمان نفس الشيء حشيله وخليهم مع طقمه. بس يلي رح خليهم بس هدول الصحون أربعة. تمام لسا كمان بدي اجيب طقم كاسات جديد كمان كبير صغير، وبدي اجيب كمان طقم فناجين جديد للنسكافيه. انا قولوا لي ليش ما جبنا بوقتها؟ لانه انا هدلوله اللي عندي هون بشربهم مثلا للنسكافيه جايبتهم طقم مع هدلول، يعني اجوا بنفس البوكس طقم، فهدلوله بدي ارجع كمان اشيلهم حطهم مع اللي قدام وتجيب واحد جديد. اختي بحسها ما بعرف كيف عم تقشر الموزه بدها تاكلها. قالت يا الله منزوعه، شايفين ما بحبها هيك. انا قلت لها يا جد هي مو منزوعه، هي مستويه زياده عن اللزوم، بالعكس طيبه. قال ما بحبها، يعني طعمتها موز بس مستويه زياده. طب كلها هي كلها مو كلها بدنا نسلقها. ايه هيك كمان هيك لا متعرفش كمان هيك. بحب الموزه تكون كلها بيضة. ايوه خلص كنت لك يا طبعا تذكرني بقدم وليام وكنا عم ياكلوا الموز. ليه؟ مريضة الكبيرة ما عجبكم؟ ما عجبكم في واحدة تانية تطلع بجي؟ استكشفت شيء جديد انا كمان بمريضة وسيدرا. مريضة طالعة بتشبه سيدرا، حتى سيدرا عندها لما تضحك غماستين هون هون. ايوه خلص قلت لك اياها طبعا تذكرني بقدم وليام وكنا عم ياكلوا الموز. ليه؟ مريضة الكبيرة ما عجبكم؟ ما عجبكم في واحدة تانية تطلع بجي؟ استكشفت شيء جديد انا كمان بمريضة وسيدرا. سيدرا مريضة طالعة بتشبه سيدرا، حتى سيدرا عندها لما تضحك غماستين هون هون تمام؟ فما بعرف يمكن ما يبين معكم على الكاميرا. وحتى مريتا لما تضحك عندها نفس الشيء غمازتين تحت، يعني مو يعني انا ضحكت تمام عندها غمازه هون. مريتا وسيدرا لا عندهم اياها هون هيك تحت. فمين استكشف هذا الشيء؟ سيدرا. كيف ذيك المره مريتا راجعه من المدرسه عم تضحك هي من كل قلبها، قام طلعت عليها هون غمازه وهون غمازه، وانا هيك بس مو على طول بتطلع فجأة، ما بعرف امتى بيجي على بالها تطلع على الغمام. ايه فسيدرا ومريتا نفس الشيء. هذول خليها وحدة هيك على جنب حالي. هي وحدة ما انا مالي، ليش ما انا مالي؟ بس مين هيك هي عمل لها مسافة؟ يعني مين؟ انت انا ما قربت عليهم. شلون يعني انا؟ انا ما عملت شيء. اوكي هدول يا جماعة انا جابالي اعمل شيء جنان، لازم تقولوا لي شو اعمل. شو يعني جنان؟ يعني انا بنت طبع ما بحب اكون هادية،
بحبكم هيك مجنونة، أعمل شغلات مجنونة مجنونة مجنونة، لكن مجنونة بحبك مجنونة، يعني يلاموني بحبك. ولما نبع عيونك شافوني حسدوني وحياتك ذكرى بهالناس. ايه فالمهم لازم أعمل شي جنان، شو هو ما بعرف، أعطوني هيك اقتراح شو أعمل؟ أعطونا اقتراحات، اقتراحاتك واو خرافية نار. لازم لازم اعمل شي جنان، ما بحب ما بحب يا سيدي. ايش هو وصلك امبارح؟ بدي فرجيكم شو جبت الي ولماري، بما انه كمان هلا حنجهز حالنا ونطلع عند عصام ونور. شوفوا بس ان شاء الله تيجي عليها. جبت هاي البيجامه لماري، بس كانه شتويه. لا لا مش شتويه، شوفوا ان شاء الله تطلع حلو عليها لماري الامل العسل. بس هلا تشوفوا، هلا بتشوفوا شو جبت. شوفوا جبت هذا هذا، انه يعني بتيجي هاي البيجامة بنطلونة، شايفين كيف هاي بنطلون سيدي رح يجي عليها صح؟ شوفي بيجي عليها، وهي البلوزة تبعيتها، يعني هي بيجامة نوم شايفين، وهي البلوزة تبعيتها بتيجي بشكل القميص، وتبعيتي تقريبا نفسها، يعني جبتهم على اساس انه هيك يعني ماتشي ماتشي انا وماري ماتشي ماتشي، بس كانه ما كثير بتشبهها. ولا تبعيت الدبدوب تبعي لونه افتح من الدبدوب تبعها، يعني هي لون بيجامه الدبدوب بني غامق، انا بني فاتح او بيجي. ايه زبتي. وهي انا تبعيتي البنطلون بيجي هيك نفس نفسها. لا مو تماما، لك انا عليها كتابه ما كثير ماتشي ماتشي، يعني يا الله راح ابكي. شوفي شوفوا هذا البنطلون تمام، وهذا قميص، بس ليش هيك كثير كبير؟ انا جبت سمول، لك ليش انا هيك لازم اجيب اكس سمول؟ شوفوا سمول بس حسيتها كثير عادي، ولا هي اصلا بيجامه نوم، يعني المفروض تيجي عريضه وكثير فلو. لا 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 مريحه. ايه ما انا على اساس طقم انا وماري، يعني شوفوا انه على اساس هي انا. تعي تعي ماري كبيره، تعي يا يا قلبي على اساس هي انا، لك هذا ايه وهي ماري واقفه ناحي، شايفين انه هي انا لك مو ناحي حطيه عليكي، انه على اساس انت ماري، انه هي انا وهي ماري. بس بيشبه بعض، بس ما كثير ماتشي ماتشي يعني، بس اوكي بغض النظر. هلا هاي رح اخذها لماري معي، بما انه رايحين حط لها كمان بالكيس، طلعها بالكيس مشان هو عمتهم ماتشي ماتشي. اه لا خربطت اسراء. ايه كتر الاواعي بقول شو بدي البس؟ ايه هذا البنطلون شو بدي البس؟ شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل؟ يلا انا من جهتي ايام بفتح اللزانه وبصفن بصفن بصفن. اه هي هي بصفن بصفن. آه يعني بيطلع معي، ما انا الكل بيكونوا بخليتي، بس هيك 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 عم تلبس وتجهز حالها، وانا كمان هلا هقوم البس وجهز حالي، بس بدي شغل شوي ليس عدل عشاراتي شوي، بس شوي بالزاوية شغله بس يا عبنا. يا الله انا هذا الليس تبعي مستحيل اقدر اتخلى عنه، ما فيني ما فيني، كثير منيح كثير ظريف، صار لي تقريبا سنه ونص بستخدمه. هنا سبب هنا سوف اصمت قريبا، بدي اسوي بصغرتي. بعديني بعديني شوي والله، واذا ما بعدت طب بعدي يلا، واذا ما بعدت بدك اسرع بدي اعصبها. طولي بالك بدي اعصب والله. لا هاي الدراسة اللي كنت لابس فيها تبعتي الكم صح؟ لأبة خلص أنا هيك اليوم مودي، بس هي شلون هيك؟ حلو ولا ما حلو؟ صحيح بدي البسها هاي اليوم، اليوم بدي البسها ما بعرف يعني ما بعرف، لأني أنا حطيتها على راسي لا وحياة الله من امبارح شفتها فجأة صار بدها تلبسها فجأة سبحان الله. شلون هيك تنلبس يعني؟ عن جد إن كيدة كيدة عظيم. شو هي إن كيدة؟ كيدة النساء. أيو كيدة نساء؟ أنت أختي لا إله إلا الله. شو بعدتني حبيت اتسلفس اتفلفس أمي دغري لما تشوف شيء بيرجع اتفلسف حبيت اتفلسف هيك. شلون هيك؟ ليش ما أعطتني أي رياكشن؟ أنا بعرفها
اسرع خلي خلي ساوي ليها اسرع. شو؟ بعدلي لي الاي لاينر. هاي يا قلبي يا طولة العمر. هيك يا طويلة العمر. يا طويلة العمر. هاي هيك ضيق. إذا هي ما عارفة. لك عارفاني بس أنتي ما بعرف شو مخبصة فيها. هيك. تعي. ما بعرف شو صاير فيها هي. والله نفسيتها تعبانة. نفسيتها تعبانة يا عمري. لا! تصيري منيحة نفسيتك ها؟ لأن نفسيتي اليوم تمام كتير تمام. أوكي هيك هيك هيك. هيك. هيك هتلبسيها. هاي لورا. استني خليكي هيك هاي لورا. أيوه. خليكي هيك. أيوه فوتي إيديكي. برافو عليكي. يس. أوكي نرجع. انا كانه اندمجت كثير بالطاقيه ولا كيف يعني ماشي انه هيك شيء سريع وبسيط يعني. لا ولا لا عم بمزح كثير عم تمزح سيدرا او ماي جاد فورمك والله عم ضد سنكر دي بتر يا بيت ضد فورمك انها في مصيبه خلص حمليس حسوي غلطي مسكي ساعديني كم انا الكونسيلر لبست كنستي خليني اضحك الكونسيلر لبست كنستي وطلعت عليها ما اصبطل طلعت عليها كثير 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 صغيره فالمهم قالت لي ممكن تساعديني لاشلح الكنزه لانه مو ضيقه عليها فما قدران تشلحها تخي تخي يلا هلا طلعت ساعدتك كملي لحالك يا ربي دخيل هل انتم جاهزين شو هاي يا اليوم في متوحش بكره ليش بكره على احد اخر خمس حلقات يا جماعه ليك حزري بكره شكلي حابكي لا ما ادري لي شو حيصير ما بدي اعرف بتعرفي اللقطه اللي بيطلع فيها دم هو وامه ايه كانوا عم يساعدوا شيرنام للتولد اشعر بدني بس قالت ما نجحنا ايه ما نجحنا راح الولد شوف والله اشعر بدني يا عمري قديش مناح وبيعرفوا انه ابن سرحان بكم ما بعرف انه ما حدا بيعرف غير هي شيرنام امنا فتح لنا والشوق اوكي انا بدي اتمكياج فرح اجل الكنزة هلا انا ما لقيت بنطلون عادي اذا كبيرة انا بلبسها ما احلاني اوكي انا احس بتفاعل بنشاط ببساط شو زيدي 48 38 39 بتيجي علي لا بس الفكره انا مو سيدرا لا من وين ايه سيدرا ليكي يلا سيدرا سيدرا انه نو واي لا انا بعلمها حاسك بانبساط سلام تربينا يا الفي والكو